بسم الله توكلت على الله. رقية تجديد السحر في منتصف من شهر شعبان بإذن الله عز وجل. هذه الرقية تستمع هذه الليلة بإذن الله عز وجل وفي أواخر أيام شعبان لمنع تجديد السحر أو إضعافه. وهذا السحر يجدد في آخر شعبان لأنه يقوينا عملية الأسحار لكي لا تبطل في شهر رمضان، لأن شهر رمضان فيه من النور والتقوى ومن تصفية الشياطين ما يستطيع إبطال السحر، فيقومون السحرة ويعتمدون على هذا الوقت بالذات وفي آخر أيام شعبان لتجديد السحر لكي لا يبطل أسحارهم أو لا تضعف لتنتهي. الآن نعمل رقية مضادة بإذن الله عز وجل للذين يقومون بعمل برامج الرقية وإضعاف الأسحار للوصول إلى النتيجة النهائية بإذن الله عز وجل. الآن بسم الله توكلنا على الله. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وأعيذكم بعزة الله وقدرته، وبعزة الله وجلاله، وبعزة الله وسلطانه، وبعز عز الله، وما أدراك ما عز عز الله، من شر ما أصابكم، ومن شر ما يصيبكم، ومن شر ما سيصيبكم. توكلت على الحي الذي لا يموت، توكلت ذي العزة والجبروت، توكلت على من خلق السماوات بلا عمد ورزق الخلائق ولم ينس أحد، توكلت على الحي الذي لا يموت، سبحانه الأول ليس قبله شيء، سبحانه الآخر ليس بعده شيء، سبحانه الظاهر ليس فوقه شيء، سبحانه الباطن ليس دونه شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سبحانه فوق العرش استوى، سبحانه مجيب الدعاء، سبحانه فوق العرش استوى، سبحانه مجيب الدعاء، سبحانه فوق العرش استوى، سبحانه مجيب الدعاء، سبحانه
ما قال في آياته وقوله الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك يا من جعلت القرآن شفاء، سبحانك يا من جعلته رفعا للبلاء، سبحانك يا من جعلته مضادا للأسحار، سبحانك يا من جعلته مبطلا للأحساد، سبحانك يا من جعلته ضد الشياطين الكفرة وضد الجان المتمرد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تجعل الآيات في محلها وفي مكانها لإبطال كل سحر وضع لهذه الأجساد التي تسمع، لهذه العباد التي تسمع. اللهم إنهم كثر عليهم البلاء والضر، اللهم أجب الدعاء واكشف الضر، اللهم أجب الدعاء واكشف الضر، اللهم أجب الدعاء واكشف الضر. سبحانه من قال في آياته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحانك يا الله إن اضطررنا إلى أن ندعوك لا إله إلا أنت، ندعوك في كل وقت وحين. يا الله واكشف الضر عن إخوتنا الذين تجدد فيهم السحر وكان فيهم الأسحار تجددت في نصف شعبان. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم أنت إذا دعيت بي أجبت، أن تكشف أسرار هذا السحر وهذا السحرة إنهم نجس. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت بي أجبت. اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي، لا حول ولنا ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علمون لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله.
يا مجيب 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 إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت به أجب ألا تجعل لتجديد السحر في منتصف شهر رمضان شهر شعبان ضر ألا تجعل لتجديد السحر في منتصف شهر شعبان الضر اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت به أجبت ألا تجعل لهذا السحر الضر اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم ألا تجعل لهذا السحر الضر على من نعرفهم وما لا نعرفهم من إخوتنا المسلمين اللهم رد كيدهم 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 اللهم رد مكرهم 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 اللهم لا تأذن بالضر اللهم لا تأذن بالضر اللهم لا تأذن بالضر اللهم لا تأذن بتجديد السحر اللهم لا تأذن بتجديد السحر وإن فعل 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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اللهم ابطل عمل السحر التجديد هذا اللهم ابطل عمل سحر التجديد هذا اللهم ابطل عمل تجديد السحر هذا في منتصف شعبان وفي أواخر شعبان في منتصف شعبان وفي شهر شعبان في منتصف شعبان وفي شهر شعبان في منتصف شعبان وفي شهر شعبان اللهم امنع تجديد السحر هذا اللهم ابطل مفعول السحر هذا اللهم انزع قوة السحر هذا لا إله إلا سبحانه من لديه خزائن كل شيء سبحانه من يملك كل شيء سبحانه 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 اللهم لديك خزائن السر أنزلتها فتنة لعباد وابتلاء لعباد اللهم اجعل مستوى سحرهم منعدم اللهم اجب الدعاء لا اله الا انت اللهم اعجزهم في امرهم 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 اللهم اعجزهم في اعمالهم اللهم اعجزهم في اعمالهم اللهم اعجزهم في اعمالهم اللهم اني ندعوك باسمك الاعظم اذا دعيت به اجبت اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 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 فجعلناه هباء منثورة فجعلناه هباء منثورة فجعلناه هباء منثورة فجعلناه هباء منثورة بسم الله يبطل تجديد كل سحر كان في منتصف شعبان كان بسم الله يبطل كل تجديد سحر كان في آخر شعبان كان بسم الله يبطل كل تجديد سحر كان في شهر شعبان كان بسم الله يبطل الآن ببسم الله يبطل بأمر المنان ببسم الله يبطل بأمر المتعال بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين 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 إن الله
الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله يبطل كل سحر تجدد في منتصف شعبان تجدد. بسم الله يبطل كل سحر تجدد في شعبان تجدد. بسم الله يبطل كل سحر تجدد في أواخر شعبان يتجدد. بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل. اللهم ابطل سحرا كان في منتصف شعبان تجدد بالجن تجدد. سحرا سحره الجن بالجن تجدد. أرسله الساحر الإنسي بالجن تجدد. اللهم ابطل سحرا 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 بالجن تجدد. بسحرة الجن تجدد. بسحرة الجن تجدد. بخدام الجن تجدد. اللهم ابطل سحرا تجدد في منتصف شعبان تجدد. اللهم ابطل سحرا تجدد في منتصف شعبان تجدد. اللهم ابطل سحرا تجدد في منتصف شعبان تجدد. بالإنس تجدد. بالجن تجدد. اللهم ابطل سحرا في منتصف شعبان 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 تجدد. في أواخر شعبان يتجدد. في أوائل شعبان تجدد. اللهم اجب الدعاء. 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 وارفع البلاء وانزل الشفاء. بسمك اللهم لا إله إلا 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 أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 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 اللهم افتح ابواب السماء لاستجابة الدعاء. اللهم اني ادعوك باسمك الاعظم اذا دعيت به اجب. اللهم افتح أبواب السماء باستجابة الدعاء. اللهم إني أرجوك لا إله إلا أنت. اللهم اصدق النية منا ومن من يستمع. اللهم اصدق النية منا ومن من يستمع. سبحانك أقرب من حبل الوريد. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت بي أجبت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت 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 وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. 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 اقتربت الساعة وانشق القمر.
وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر يعرض ويقول سحر مستمر يعرض ويقول سحر مستمر. اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم تجدد في منتصف شعبان. اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم تجدد في منتصف شعبان. اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم تجدد في منتصف شعبان. بيت ليلة شعبان بيت ليلة شعبان في الأعوام الفائتة. اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء. اللهم ابطل سحرا تجدد بالكواكب والنجوم المرصود مرصود مرصود بليلة شعبان مرصود بتعويذ بليلة شعبان مأمورة بالتجديد بليلة شعبان. اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء. اللهم ابطل سحرا باكتمال القمر في منتصف شعبان المبارك. اللهم ابطل سحرا باكتمال القمر في منتصف شعبان المبارك. اللهم ابطل سحرا باكتمال القمر في منتصف شعبان المبارك. اللهم ابطل سحرا باكتمال القمر في منتصف شعبان المبارك. شوف سحر شديد سحر شديد سحر شديد سحر شديد سحر شديد. اللهم اكسر اللهم ابطل 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 اللهم اكسر اللهم اكسر اللهم ابطل. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرض ويقول سحر مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. 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 اللهم بعثر قبورا. اللهم بعثر قبورا فيها أسحار. اللهم اجب الدعاء يا واهد يا قهار. اللهم اخرجها الآن ودمر حراسها ودمر حراسها. اللهم ابطل أسحارا كانت مرصودة تحت النجوم والكواكب مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة. اللهم ابطل أسحارا كانت مرصودة تحت الكواكب والنجوم مأكولة ومرشوب مشروبة ومأكولة ومرشوشة ومرشوشة ومعلقة ومدفونة في المقابر. اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء اللهم اجب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قدر أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رؤى آية يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رؤى آية يعرض ويقول سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر. اللهم ابطل كل سحر مستمر اللهم ابطل كل سحر مستمر. بشعبان تجدد تجدد تلقائيا بالجن تجدد تلقائيا بالعهود تجدد تلقائيا يا الله. اني ادعوك ان تكسر هذا السحر للابد. اللهم اجب الدعاء يا احد يا صمد يا من خلقت السماوات بلا عمد يا من رزقت الخلائق ولم تنس أحد. بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. يبطل كل سحر شديد بالكواكب والنجوم. بسم الله العظيم. يبطل كل سحر شديد بالكواكب والنجوم مرصود تجدد في نصف شعبان وآخر شعبان وبداية شعبان وتجدد آخر رمضان. اللهم ابطل اللهم ابطل من هي أمره. لا إله إلا أنت بيدك ملكوت كل شيء. اللهم بيدك قدرة كل شيء. اللهم بيدك خزائن كل شيء. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت به أجب. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت به أجب. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت به أجب. أن تسهل أن تسهل إبطال هذا السحر وأن تخرجه من الأبدان ومن خارج الأبدان. اللهم اجب الدعاء يا واحد يا منان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله يا مجيب يا مجيب إنا تسببنا بآياتك وبالدعاء لك. اللهم يا مجيب يا مجيب إنا دعوناك كما أمرتنا. اللهم يا مجيب يا مجيب آمنا بالقرآن شفاء. اللهم يا مجيب يا مجيب آمنا باستجابة الدعاء. اللهم يا مجيب يا مجيب إنا دعوناك كما أمرتنا. اللهم يا مجيب يا مجيب أجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يا مجيب نحن الضعفاء وعبادك لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. يا حي يا قيوم اجعل هذه الآيات على الجسم تنطبق. اللهم اجعل هذه الآيات على الجسم تنطبق على العروق تنطبق على الأعصاب تنطبق على العظام تنطبق على العضلات تنطبق على الأعضاء تنطبق على النفس تنطبق على المخ تنطبق على العقل تنطبق. اللهم اجعلها شفاء وارفع بها البلاء وابطل سحرا تجدد في منتصف شعبان. اللهم اجعل هذه الآيات شفاء اللهم اجعل هذه الآيات شفاء واجعل اللهم آيات من سورة الانفطار وسورة الانشقاق وسورة التكوير وسورة الطارق وسورة النجم وسورة القمر ضربا لكل سحر في بالكواكب والنجوم بالكواكب والنجوم. اللهم لك القدرة اللهم لك القدرة اللهم لك العظمة لا إله إلا أنت. يا عظيم يا عظيم يا ملك الملك إني أدعوك باسمك الأعظم إذا دعيت به أجبت. أن تجعل هذه الرقية سدادة للهدف. اللهم أجب الدعاء لا إله إلا أنت. اللهم ما رمينا بالرقية ولكنك أنت رميت. اللهم ما كان توفيقنا إلا بك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم اجعل هذه الرقية سدادة وضاربة. اللهم اجعل هذه الرقية سدادة وضاربة ما ذكرنا وما لم نذكر. اللهم اجعل هذه الرقية تضرب كل شيء اسمه سحر. بأمرك يا جبار بقدرتك تنتقل. بأمرك يا جبار بقدرتك تبطل. لا إله إلا اللهم اصدق نياتنا. اللهم اجعلنا صادقين مع أنفسنا. اللهم اجب دعوانا لا إله إلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. اللهم إنك حميد مجيد.